بألم كبير استذكر مجموعة من الشعراء في ملتقى برج بابل الثقافي الشاعر الراحل علي رشم الذي قتل في عملية تحرير جرف الصخر، طاقة شعرية كان ينتظر منها الكثير في عالم القوافي خصوصا، وهو لم يتجاوز 26 عاما. إلا أن رشم فضل تراب بلده وراح يبذل في سبيله أعز ما يملك، فتحقق له ذلك بعد مشاركته بعدد من المعارك ضد تنظيم داعش. الوحشة ناس غير تجمع تغيير شلون سدين من فراغك وين حدين. جرح جديد يضاف لجراحاتنا التي لا تنتهي. علشم إنسان وشاعر عراقي قدم صورة حية وقدم قصيدة رائعة كتبها بدمه ليقول عراقنا واحد. شاب في مقتبل العمر وطاقة شعرية لا يستهان بها، وأنا من أشد المعجبين به، يعني طاقات الشعرية الشابة كلش أحبهم. لا يمكن للموت أن يمحو من يفضل الخلود، هذا ما أراد العمل المسرحي الذي عرض في جلسة الاحتفاء الموحبي عبر حوار تخيله صانع العمل بين صحفي خاض تجربة السفر إلى عالم الموتى وجثة مقاتل راهن على حربه. لما تعود أن أبقى وحيدا الليلة الأولى عندما خانني المشيعون ورحلوا استقبلني صديقي بارق العاشق. المقاطع الشعرية لم تغب، فأصدقاء الشاعر الراحل علي رشم حاولوا أن يودعوه على طريقتهم التي يبدو أنها أثرت بالحاضرين كثيرا. أما الموسيقى والعزف الذي اقترب من لغة البكاء فكان لهما حضورهما المميز. تطش الضحكة صمحوطة وتضم بعبك الحسرة وتريد تثور قوة وقوة لازمها، ولا وضعنك ولا عافك رفيجك كان أو ينجد فرحتك لو وين مظلمها. أنا ببالي تمر بصورة الليل تمر مجلستك كل بالي بس روحك ترفرف يمنا بالبيت ومن يم فتت بيك أنا حسيت طبع بينا الحزن يبدي من الغروب ومن نبكي عليك ندمع قلوب وما ظل قلب عندنا من بكينا تدري البارحة قد افتقدنا. سيظل شعره يردد كثيرا ويبقى حلمه ماثلا للجميع وتبقى ابتسامته تنشر بهجتها لأنها قريبة جدا، هذا ما ردده عدد من أصدقاء الشاعر الراحل علي رشم. موفق مجيد الحرة، بغداد.